بخير زلاتي، سلام، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ كل شيء اموركم تمام؟ طبعا غبوراتك سلام. رمضان وانا غبر معاه، ولكن البنات راكم كيف ما قلت لكم داك المره كنت عيانه وفي نفس الوقت كنصومو، يعني باقي حنا عندنا رمضان. فحاولت انني ما امكن صورت لكم لقطات هاد الايامات، وجيت نشوف لقيت انني شي وحدين مسحتهم. المهم ماشي مشكل، لان راني كيعمر ليا التليفون كنبدا مسح وكنسى انا واش هاد الفيديو نزلته ولا باقي ولا لا. فحاولت نجمع لكم هاد المقاطع في هاد الفيديو هذا اللي غادي تشوفوا اليوم. عرفتوا اليوم راكم عارفين تزادت الساعه، الوغ الاذان مغي اذن حتى 8:30 هكاك عاده الفطرو. فما نقولش لكم، وجدت الفطور وفقت وكل شيء، وشوفوا كيف باقي الحال. والسهد بدا كيتحل، يعني الحراره، وفي نفس الوقت البنات زادت الساعه. فاللي صايم بحالنا يكتبها لي في كومونتير، اللي خلى حتى من بعد اللي البنات بما انه الفطور معطل بزاف، قلت علاش ما نستعملش شويه كريمات لوجهي، ندير شويه عينيه لوجهي، نستعمل شي كريم، ندير ماسك لوجهي باش نرتاح شويه. كنحس بالتعب في وجهي، فقلت علاش ما نستعملش بروداكت ديال ليفيا ماروكش اللي ما درتهمش، وغباغا ديال النيله في الصراحه، فغنستعملو وهكذا نتوما معايا. طبعا كريم ديال النيله عندهم معروف خطير وزال، كنصحكم تاخدو تجربوه. روان النيله راها معروفه اصلا، ماسك النيله معروف كيحيد التصبغ، كيحيد كيدير توحيد لون، كيشد البشره، كيحيد دوك لي تراس ولا دوك العلامات ديال تقدم السن، وكلشي كلشي كلشي فيه فوائد غزاله. صافي نابليكيو الماسك على وجهنا، نخليه حتى يتشاف ونغسلوه ماء بارد. اوكي وصافي. مهم غتلقاوني نحط لكم لقطات ديال الفيديوهات اللي صورت هاد الايام وما نزلتش. اوكي يلا تلقاو. بعد ما ساليت دار داك الماسك وساليت هنا كيف تشوفوا، راه درت دوك الخيطات اللي سبق لي وشاركتهم معكم، اللي كنديرهم هكذا مبخرين نص بخيره اولا نص طيبه، ومن بعد كنديرهم في ديك الصلصه وكنديرهم في لاشابلور وكندخلهم الفران. هكذا الفطور كيكون كيف ديما راكم عارفين. هنا شاركت لكم وقال جوج مرات الفطور، ولكن جيت نشوف لقيت الفطور الثاني صورت غير الطبل الاولى، ما صورتش لكم داكشي الاخر. هنا عندنا القرعه خضراء قطعناها هكا بشكل هكا طولي على شكل جوليان، كيكون شويه غلاض ماشي رقاق، ودرنا لها شويه القزبر بودره، شويه التحميره، شويه البزار والملحه والثومه، وغنزيدو لها قزبر ومعدنوس وزيت زيتون، وغنديروها في المقله تشوح او طيب في هذه التتبيله. خاصة نشعل عليها المقله، خليوها منقوصه طيب في هذيك المقله مع شويه ديال زيت زيتون، صافي باش طيب فيه. ها الحرارة الحرارة المفرطة البنات، شكون اللي كيصوم شوال، شكون كيصوم رمضان، يا رجال رمضان، او ماي جاد الحرارة والحرارة والصمودات. شميشة برا، هاي لولو، واحد الصهد واحد الحرارة، نقولش لكم البنات، شوية البرد، اي نيد هوا، هوا هوا. نعم تعطى رشة ملح، رشة قرنفل اسود، شوية بابريكا، وشوية بودرة، رشة توم، بودرة توم، بودرة بصل، اوكي. وممكن تديروا الفلفل الحار، انا حيت هما ما بغاوش الحار استبدلته بالفلفل الاحمر اللي كيكون شويه حلو وصافي. ورشه زيت زيتون حتى الاخير فاش ما ندخلوها الفرن.
وسمعتنا هاد البطاطا، انا وريت لكم ديجا كنديروا ليها فلفل اسود، شويه ديال باربريكا، شويه ملح، شويه ديال الفلفل الحار اللي بغيتو طبعا، وشويه بودره ثوم، شويه بودره بصل. وداك المره انا درت لهم تشيلي ديال زعما درتها بطريقه مكسيكيه زعما بجي حاره، درت لهم فلفله حاره ديك الصغيره فتحرقات اول حاجه، ولكن بقى لوكو حار، فقلت علاش ما بدلهاش لهم اليوم بالفلفل الاحمر الصغير، كنت غنشويهم مع الدجاج، قلت علاش ما نديرهمش مع البطاطا هما والبصل و هذا المايس او الذره حتى الاخر تتقرب طيب عندي البطاطا وتبدا تشد في الطياب، عاد نضيف الفلفل الحلو وغنضيف شويه بصل اخضر او البصله الخضريه او شويه البورو وشويه ديال البوب كورن او ديال المايس حتى الذره المعلبه حتى تخرج هذيك، عاد غادي نديرها غير باش تنشف لي شويه من داك الماء، راكم عارفين الكونسيرف كيكون فيه شويه الماء، فانتوما معايا غتشوفوا كيفاش غندير لها، تجي خطيره زوينه طريقه مكسيكيه. اي لاف ات، انا هادي انها اصبحت معتاده عندي بزاف. وكيف كتشوفوا كنديرها خضره، ما كنسلقهاش ديك نسلقها وعاد ندير مباشره. دابا كنديرها طيب فوق ورق الزبده، شويه رشه زيت زيتون ونستف البطاطا. في هذه المرحله هذه راه ما كنديرش الزيت، كندير غير هذاك التتبيله اللي عطيتكم وما كنديرش الزيت، لان انا درنا الزيت ما تدخلش على القمه وصافي صافي يا نزهه. انه تاثير الصيام، نسيت لكم لا شابلور والفرماج روج، دونك لا شابلور غنديرها دابا نحك دابا خبيز عليها وفرماج تتقرب. وهنا كنديروا شويه لا شابلور وشويه ديال الفرماج روج، انا لا شابلور كنديرها بالطريقه، كناخذ البان كومبلي او الخبز ديال القمح كنشفو في الفران و كنقسملو هكذا محكوك باش كيجيني رقيق. اوبا، اوكي بالنسبه للدجاج غادي نبدل شويه الصوص اللي دائما كنديرو، كيف ما كنقول لكم دائما البنات بدلو غير الصلصه، بدلو غير طريقه التقديم، بدلو غير هذه باش ما كتبانش انكم راكم كتاكلوا نفس الحاجه، واخا كتعاوري الدوري ترجعي لداكشي كيبقى انه طبيعي. سو درت كاتشب، باربيكيو صوص، ماشروم صوص، ماشي صويا صوص، ماشروم صوص، صلصة الفطر، شوية ديال لاموطاج، اوكي شوية هريسة، غنزيد فيها شوية العسل باش تجيني شوية تجي شوية هكا حلوة سويت اند ساور، ما كبغيتهاش تجيني بحال نفس الطريقة اللي كليتها داك المرة. سو ممكن تزيدو اما البراون شوغر او السكر عادي او العسل، يفضل عسل. المهم نشوف واش غنضيف عسل ولا لا، خاف كوثر ما تعجبهاش. اوكي وصافي غنجيب الدجاج اولا الفخيده ديال الدجاج طبعا هادو. اوكي الدجاج العيج فيه هو التتبيله القامه ديالتو، ولكن كنبغي نزيد ليه هاديك باش كيجي بنين وكيجي لذيذ. فلا مطاط وهذاك تجي خطيره بنات. راه تقريبا داكشي اللي نفسه كنت كنشارك معكم في يوميه رمضان هو نفسه اللي تقريبا دابا شاركت معكم، غير هو مشاو ليا شي اجزاء بحال الفطور ديال نهار الثاني كنا دايرين كبده مع العدس، ما لقيتش الفيديو هنا صافي راه كتشوفوا الفطور ديالنا وصافي. مع العيد ومع هذا مخلطين الحلوه والفطور وكل شيء. اللي كيصوم شوال تقابل الله صيامه، واللي ما كيصومش مهم يصوم. حيت كيبقى يقول تلبلاتي في الاخر كيتقلب كيلقى راسو كيصومو حتى كيقرب رمضان وكيولي كيزرب. وانا داكشي علاش انا قلت هاد المره نصومو دابا، وخا الساهد وخا الساعه زايده وخا بزاف الحوايج، خو ماما كتقول لنا راه وخا الساعه زايده راه نفسها راه هي ما هي، كنقول لها لا كتجينا بحال ما جي هي. وصافي البنات هذا هو الفيديو، كنتمنى في افكار تعجبكم وصافي. انا نتسناو في الزواكة، حتى كنسمي في الاذان هو الزواكة، راه ما كاينش الزواكة راه سالا رمضان. غنشفي هاد المايس هكا شويه،
ودرت هذيك الحار، حيت الحار مع المايس غيهرس الحلاوه ديال المايس، غتهرس الحار. كي والدجاج راهو ما تنساوش تشتركوا في القناه اللي كنتو اول مره تشوفوني، تخليوا لي لايك كومنت ولا فيديو ان شاء الله تشوفكم. شوفوا الفيديو الجاي راه العكز وهذا الصهد، وبديت كنعمل فيديوهات كنصورهم وما كنبقاش نسالي ليهم باش نحطهم. كنا نطيحوا على كل شحوان. هذو بردات وزردات وانتم ديروا ليها الطون ويت خصنا الفران كيف كان مزيان. وعندكم تنساو هذه الدوسة ما وشدوا هذه هكذا وحطوها في الفران وطفيو وخليوها ترجع تسخن. بيتزا اخر الليل. بنات كيف ما شفتوا كان هذا الفطور ديال النهار الثاني او الثالث، ما بقيتش عقلها اللي قلت لكم درنا فيه العدس مع كبده. صورت لكم الاول ونسيت طبعا ما صورت الاخير او الثاني لكم هلا. وصافي راكم قبلوا الواحد كيكون صايم، ودابا مع الاذان بدا كيطلع صافي يلاه كتكوني مدعوقه مدروكه. ونشوفكم في الفيديو الجاي البنات، تهلاو لي فراسكم وصيام مقبول وتهلاو باي. No, ما بغيتش تديني بوساني. شوف هاد الفلتر واش يطلع لك تسني ويت، ندير لك عيونات زرقين. يجو شوفي شوفي هنا، انت اصلا عيوناتك فنيونين، عيوناتك عسلين السولة ديالي هنا. انتي ماي بيبي فيني كيسة ديالي برنسيسة ديالي انتينيا. وينو 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 لا لا وينيت الماء وانا. 8 say happy 8 to your followers. Happy 8 happy 8.